مهدي المشاه يفشل في اغتيال محمد علي الحوثي بصنعاء، فلنشاهد التفاصيل. تزايدت صراعات الأجنحة بين رئيس المجلس الثوري الانقلابي محمد الحوثي ورئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاق، ووصلت إلى التصفية. الصراع المكتوم في معسكر الانقلابيين يخرج إلى العلن مجددا، إذ تتصاعد الخلافات الداخلية بين أجنحة ميليشيات الحوثي الانقلابية المتصارعة على النفوذ والنهب في مناطق سيطرتها وسط حالة من التخوين والترهيب والقمع المتبادل. وذكرت مصادر موثوقة أن الصراع على المناصب والأموال وصل إلى مرحلة متقدمة، إذ تمكن مسلحو اللجان الثورية الانقلابية من القبض على خلية من الأمن القومي مكونة من 9 أفراد كلفهم المشاط بتصفية خصومه. وأفادت المصادر في سياق تصريحها لصحيفة عقاب السعودية أن تخوفات المشاط تزايدت بعد تعيين زعيم الميليشيا محمد الحوثي عضوا في المجلس السياسي الأعلى وسيطرته على المعونات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية وكذلك الأسواق السوداء. محمد الحوثي أجرى اتصالا بمهدي المشاط بعد ذلك وهدده بالتصفية الجسدية قبل أن تتحول المكالمة بين طرفين إلى سيل من الشتائم والتهديدات بالقتل، حيث قالت المصادر هناك اتهامات بقضايا فساد يتبادلها طرفا الصراع بشكل مستمر، ودائما يتدخل زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي لحل الخلاف بينهما وتقسيم المهمات والأموال، غير أنه في هذه المرة خرجت الأمور عن سيطرتها بعد وقوف قيادات موالية للرئيس السابق صالح في الأمن القومي إلى جانب رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبدأت عمليات لتصفية مقربين من محمد علي الحوثي. Thank you.